تمام، ازاي اقدر اختار الجيم المناسب ليا؟ يعني في طبعا طول ما احنا ماشيين بنشوف جيمز كتير جدا في الشارع، لكن انا اختار الجيم المناسب ليا ازاي؟ هل لازم عشان يعني هل لازم يبقى اسمه كبير معروف، ولا ايه سبل اختيار الجيم الصحيح؟ لا احنا بننصح الناس يروحوا اي جيم بس حسب التارجت بتاعك اللي انت عايزاه. يعني انت عايز تارجت معين فطبعا بتروحي جيم اعلى شوية. جاست ان انت بتعملي رياضة بس. فده مش مفيش اي مشكلة ان انت تروحي اي جيم عادي. بس المهم ان انت تاخدي الاستبيان الخطوة الاولانية ان انت تروحي الجيم. تمام. ودي حاجة مهمة جدا عشان خاطر تعملي لايف ستايل لحياتك في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. هل وجودي في الجيم كبيجنر يعني في حاجات معينة المفروض اعملها؟ وهل يعني خليه ده السؤال اللي بعده، هل لازم يبقى معايا ترينر ولا انا ممكن مع نفسي؟ طيب انت حضرتك الاول قلتي اول حاجه البيجنر الستبس الاول. بيجنر لازم بيكون معاكي مدرب عشان خاطر يحط لك بروجرام معين تقدري توصلي للتارجت. اول سؤال بنساله لاي حد بيجي الجيم بنسال بس بنعرف هو جاي يعمل ايه عشان نقدر نحط البلان او الخطه اللي احنا هنمشي عليها من خلال التارجت بتاعه. تمام. اول ستيب بنعملها جوه الجيم ان احنا بنعمل قياسات. طبعا في جيمات دلوقتي كتيره جدا في مصر فيها جهاز اسمه الامبادي. الامبادي دوت بيبين كل المعلومات اللي موجوده في الجسم. اوكي. وزن الدهون، وزن العضلات، الميتابوليزم بتاعتك، سرعه الحرق بتاعتك عامله ازاي، عشان خاطر نقدر نشتغل عليها من خلال الجهاز دوت. اوكي. تاني حاجة بنتكلم فيها الأكل. مهم جدا إن كل الولاد أو البنات 60% من اللايف ستايل بتاعنا دلوقتي الأكل بتاعنا يكون هيلثي شوية. تمام. لأن إحنا دلوقتي الموضوع بقى معانا ناس بتكسل تروح الجيم، فدلوقتي إحنا عايزين أول نظبط الأكل وبعد كده نبدأ نتكلم في الجيم. طيب وانا محتاجه بقى ترينر معايا عشان يقول لي مثلا هنا ايه واعمل هنا كام ووقت قد ايه ابدا؟ الترينر بيكون معاكي عشان بيأثر عليكي الوقت والمسافه. لان انت حد بيجينر داخل الجيم وجود المدرب معاكي بيخليكي تحسي ان انت شايله هم انت هتعملي ايه. هو اللي بيحط البلان، هو اللي بيحط الخطة اللي انت تقدري تمشي عليها. هو اللي بيعمل البروجرام اللي انت هتقدري توصلي بيه للتارجت بتاعك. أوكي. فوجود المدرب معاكي في أول وجودك في الجيم دي حاجة مهمة جدا. بنصح كل الناس محدش يخش يتمرن في الجيم وهو مش عارف أي حاجة عن الرياضة جوه الجيم غير لما يكون معاه مدرب. لأن دي حاجة مهمة جدا. زي ما قلت لك بتأثر مسافة كبيرة جدا.